السماء إلى امتراء كذاك الشمس غير الريفية. الأذن العليا للأحلام طيبة بين الأحلام. ولا يسعني في هذا المقام أخي الفاضل تحت الرعاية السامية للسيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ننظم اليوم تنظم مؤسسة سيدي الشيخ الملتقى الدولي السادس للطريقة الشيخية وأعلامها بالجزائر وإفريقيا وأوروبا وعموم العالم سيدي سليمان بوسماحة البكري نموذجا تحت شعار لم الشمل كمرجعية دينية والمحافظة على الهوية الوطنية كمرجعية قومية وروحية للأمة. يأتي هذا الملتقى في يعني ظروف استثنائية تعيشها الجزائر والعالم جميعا، وهي أحداث احتضنتها الجزائر الجامعة العربية والتي كانت من ضمن أبرز محاورها من أبرز أهدافها لم الشمل. شاركنا تحت عنوان مهم جدا ألا وهو لم الشمل وتوحيد الصف وتوحيد الكلمة. الخير لا يستغرب من أهله، فالجزائر دائما هذا مسعاها وهذا مبتغاها وهذا ما تعمل لتحقيقه، وهذا لمسناه للسنة السادسة. هذا الملتقى حقيقة هو يؤطر لما نطمح إليه من لم الشمل وتوحيد الكلمة وجمع الصف الذي جاءت به شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن من ليبيا، أنا يعني جئت من ليبيا لأشارك إخواني، وليبيا والجزائر واحد ويشهد لذلك التاريخ وتشهد له الطريقة السنوسية. منذ سنين وعالمنا العربي والإسلامي قد ابتلي بالتشتت والتشرذم والتناحر فيما بينه، وهذه بذرة خير وضعتها الجزائر مشكورة ابتداء بالقمة العربية مرورا بهذا الملتقى اليوم، ورفعت هذا الشعار، وأسأل الله جل وعلا أن يكون هذا الشعار مطبقا على أرض الواقع. نحن سعداء بهذا اللقاء أن نأتي إلى دولتنا وإلى شعبنا وإلى من نحب. ليست هي بلاد المليون شهيد، وإنما 8000 مليون شهيد.